بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكل المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. تحياتي طبعا للشيخ أسامة نجمنا الكبير الكابتن أسامة حسني، وتحياتي وتقديري الشخصي لنجم كرة القدم العربية ونجم النادي الأهلي الكابتن علي معلول. في البداية طبعا الدعوات وأمنيات إن إن شاء الله ربنا يشيل ويزيح هذه الغمة وهذا الوباء عن وطننا العربي وعن مصرنا، وأن نعود سالمين غانمين إلى ما نحب وإلى من نحب. طبعا أنا سعيد النهاردة إن أنا موجود معاكم من خلال الفيديو دوت في رفقة واحد من نجوم كرة القدم العربية ونجوم النادي الأهلي، اللي كان بمثابة كلمة السر والأيقونة في الموسم الماضي، موسم 2018-2019، بالثمان أهداف اللي سجلهم النجم علي معلول، وبقدرته وإمكانياته وبروحه، وهو الشيء المميز اللي ساهم في حصول النادي الأهلي على اللقب رقم 41 في تاريخه في بطولة الدوري المصري الممتاز. النهاردة الكابتن علي معلول مش بس هو واحد من نجوم النادي الأهلي، ولكن ساهم بقدراته وإمكانياته وبالروح اللي أنا دايما بحطها ما بين هلالين أو ما بين قصين، لأني بأكد على أن ده هو كان جسر التفاهم وجسر المحبة ما بين علي معلول اللاعب المحترف في صفوف النادي الأهلي وبين جمهور النادي الأهلي العظيم اللي بيحب دايما ان هو يتابع لاعبيه ويرى مدى تمسكهم بالنادي، وده كان واضح وجلي تماما تماما في كل لقاءات ومشاركات ومجهود اللي بذله الكابتن علي معلول مع النادي الأهلي خلال مش رحلته أو مشواره الاحترافي. أنا هستغل تواجد الكابتن علي معلول مع الكابتن أسامة حسني، وأحب أعرف وجهة نظره ورؤيته من خلال مشاركاته ومن خلال خبراته. ما هو وجه التشابه والاختلاف ما بين المنتخب المصري لكرة القدم وما بين المنتخب التونسي؟ وما هو وجه التشابه أيضا والاختلاف ما بين الأداء والتنظيم والأداء المؤسسي ما بين الأندية المصرية والأندية التونسية؟ وطبعا بكرر تحياتي للنجم علي معلول وللكابتن أسامة ولكل المشاهدين، وأنا هنتظر الإجابة من خلال اللقاء الشيق، اللي أتمنى أن كل اللي بيشوفونا ويتابعونا يستمتعوا بهذا اللقاء. بشكركم جدا جدا، وتحياتي وتقديري لكم أيمن الكاشف.